نعم، هذا قطع طريق على إيران فيما لو تهورت محاولة افتعال مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيبقى أمامها ما قلنا قبل قليل وهو مواجهة الشارع. أي مواجهة مع الشارع ستخرج فيها إيران مذمومة مدحورة، لأن الشعب العراقي قال كلمته في هذه الانتخابات، قال لا لإيران. الآن اختيار رئيس وزراء عراقي وطني يحظى بدعم الصدريين وهم من تصدروا المشهد والائتلاف الذي ينقذ العراق، يعني أي تصور للعراق الآن خارج ما تعهد به الصدر فيما يتعلق في أن يكون السلاح الشرعي الوحيد هو سلاح الدولة، وأن ينتهي عصر فوضى السلاح وفوضى الميليشيات وفوضى الفساد، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ممتاز. هل يبقى الكاظمي رئيس الوزراء؟ أنا أرشح ذلك، لأن المشهد الدولي أعتقد يدعم استمرارية ما تحقق في العراق من نجاح.